المرة اللي فاتت بسرعة مراجعة بسيطة عن آخر مرة اللي هي اللي قبل اللي فاتت ديت. عملنا دخلنا في الأري، مين اللي ما حضرش المرة اللي فاتت؟ طب كويس، وحضرنا دكتور انا كلموني قالوا لي ان انا غبت المره اللي فاتت، ازاي كلمتني غاب؟ بجد؟ اه والله طب لا هظبط مين؟ لا مش ازاي؟ قالوا لي انك انت غبت يوم، قلت لهم انا ما غبتش يوم غير هو يوم بس بتاع ماتش الاهلي اللي هو السبت اللي اه فات بس، هو بس لا لا طب قالوا لي هظبط الاعتماد ف هظبطها لك. لا هظبطها لك. عملنا خدنا الاري وعملنا التراي والكاتش اللي هو الاكسبشن، بس ما خدناش مثال عليهم. براحتك بس اقفل بقى الشباك ده عشان هما فاتحين الشبابيك. لا لا خلاص اللي عندي انا يا محمد افتح. لا 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 ما خدناش مثال. ايوه يعني اقصد خدنا مثال كبير عن الاري. ايوه لا امثله بسيطه اقصد. لا لا انا عارف. لا انا بتكلم على الاري بالذات. لا الاري ما خدناش مثال عليها. لا انا فاكر. لا 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 اه لا 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 ما اقصدش الاكسبشن. بص بقى بعد ما نخلص بقى هناخد مثال، هناخد مثال على ده وده، وبعد كده بدل بقى زهق البرمجه دوت نخش على حته جوجل ماب حته صغيره تمام. وبس واحده واحده ايه، كل مره كل حاجه نحط حاجه بحيث ايه تبقى ايه بدل ايه ما تتضايق انت عمال كل حاجه برمجه برمجه برمجه. لا خلاص طيب الاري دي خدناها المره اللي فاتت، هو الاكسبشن بمراجعه بسيطه عنها بدانا الفيديو تمام. الاري دي عباره عن متغير واحد بس بيقدر يشيل اكتر من قيمه. متغير واحد بس يقدر يشيل اكتر من قيمه. قلنا ميزته، ميزه مهمه جدا، ان بدل ما اعرف لو انا عايز ادخل 20 قيمه هعرف 20 متغير. فلا عايز اعمل ايه؟ قال لك لا اعرف كم متغير. متغير واحد بس يشيل ال 20، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين قال لك الميزه لما تيجي تعمل عمليه ادخال جوه الاري هتدخل 20 قيمه، بتدخلها بلوب، فبتدخلها فور لوب، ولما تطبع من الاري تبقى برضه اطبعها بلوب. اكسبشن قلنا الاكسبشن ده بيعالج اخطاء مستخدمين، بيعالج اخطاء زي ما شفنا المره اللي فاتت، ده اللي خدنا عليه مثال بقى. يعني لما شفنا المره اللي فاتت ان احنا لو خرجنا بره الاري بيقول لك اوت اوف باوند اكسبشن، لو قسمنا على الزيرو بيقول لك دايفيد باي زيرو، صح كده؟ لو عملنا دخلنا قيمه نصيه وليست رقميه كان بيضرب نمبر فورماتنج اكسبشن. خلاص؟ فاللي قلنا الاكسبشن ده مهم جدا جدا. طيب عايزين ناخد مثال. لو انت مثلا بتعمل، بيقول لك اكتب برنامج كده لادخال درجات الحراره. تمبريتشر ديجري لادخال درجات الحراره تمام؟ لكام يوم بقى؟ ل 20 يوم. لا 10 عشان بلاش 20 كتير تمام. and print the average of degree وهطلع المتوسط زي ما بيقول لك متوسط الدرجات الحراره كذا طبقا لايام معينه. لو انت مثلا بتعمل زي ارصاد جويه كده طبقا لدرجات معينه the average of كذا. طيب دي حاجه. الحاجه التانيه بقى عايزين نعملها تتاكد مثلا يو شوت دي كونفيرم على النمبرز بقى نمبرز فورماتنج. لا لا هو هيظبط كمان شويه. شوف بقى النمبر فورماتنج ده بقى تتاكد منه ان ما يدخلش كام نصيه ولا كام رقميه والكلام ده. وعايزين نحط برضه عشان ايه لو حد سابه فاضي ما يضربش، ازاي نعملها لو حد سابها فاضيه. طيب ادي رقم واحد اهوت فايند نيو بروجكت. بيعمل داونلود لايه ده؟ تمام هنسميه تمبريتشر نت. انا هنا احنا بنسيف دايما في الدي كورس. فين كورس 11؟ وانا حطيت جوه هنا كورس 11 تحتين.
بس انا شلته ده وحطيته جوه عشان كده. بص حتى واخد بالك اه، بس انا شلته وحطيته جوه اهو، خليتهم كلهم فولدر واحد. اه بص في مشكله صحيح لازم تاخد بالك كويس انها جت، ما ينفعش تسيف الابليكيشن لا في مكان تاني في اسم فولدر بيحتوي على سبيسز يعني. بص دي حاجه بيقول لك ده فاضي اهو، ليه بقى؟ بص حتى هنا اوريدي اكزيت سبيسفايد. ده هنا ان ايديك ده مش موجود طبعا، يعني انت لو هنا ده كده لو هنا كده بيرفض، واخد بالك اهو. بص بص نوت كونتيني وايت سبيس، يعني هو الحمد لله على السلامه، يعني اليوم اللي هتيجي فيه ما جيناش احنا فيه. شفت وايت سبيسز، واخد بالك، خد بالك من الحته دي. طيب دي رقم حاجه، احنا دلوقتي مشكلتنا ان احنا نقلنا ده بره. يا عم مش هننقله يا عم، مش هنقعد بقى ايه فايل نيو بروجكت تم اختار كورس 11 انت اول حاجه في حد كان باعت كوشن مارك والجي بي جي ده اسم الصوره بالعربي، ده كان حد كاتب اسم الصوره بالعربي صح؟ كنت كاتبها بالعربي كنت كاتبها ايه؟ كان صوره نقط كده، لا لا كوشن مارك ودوت جي بي جي ده اسم الصوره كان بالعربي صح؟ ده اسم الصوره، عشان كده حتى قلت لك اسم الصوره غلط. طيب لو غيرت الصوره طلع عليك شاشه ثانيه اللي هي الثانيه بقى طلعت، لا مش شاشه هي دي الشاشه، شاشه بلاك كده بقول مش عارف ايه. طب اشوفها بعد ما اخلص اشوفها ممكن. نيكست نيكست. طبعا عايزين بقى ايه، كنت انا عايز اكمل الشات ديت بعد كده في الاخر، بس طبعا انتوا ايه مشوقين هناخد دي النهارده تمام، ناخد الايه الاكتيفيتي دي. الاكتيفيتي ديت عشان تصممها عشان نشتغل عليها محتاجه شغل كتير شويه بس حلو، عشان بدل ايه بدل عشان بصراحه حاسس ان انتوا زهقتوا من البروجرامنج الكتير اللي عاملين ايه ورا بعض كده، لا فناخد شويه تصميم شويه. حاضر، انا عشان كده عملت دي. بص اللي هي زي دي يا شباب، بصوا اللي هي دي اللي هي القايمه اللي احنا بنشوفها دايما في البلاي ستور اللي هي دي تمام، اللي هي دي بالظبط ازاي نتعامل معاها. خلاص اولا القايمه دي اسمها نافيجيشن درور اكتيفيتي. القايمه احنا اتفقنا اي اكتيفيتي بتنزل ايه معاها كام ملف، نوع ملف ديزاين، نوع ملف، نوعين من الملف، نوعين مش ملفين، نوعين. النوع الاول ان هو ملفات الديزاين، النوع الثاني ملفات الجافا البروجرامنج. دائما وابدا ملفات البروجرامنج واحد، وخدها قاعده كده في كل الاكتيفيتي اللي قدام عين حضرتك دي. حد فتح 3.3؟ انا لسه ما سطبتوش بصراحه. 3.0 في نازل اكتيفيتي جديده ولا ما نزلش؟ نازل اشكال جديده والله. ايه مش فاكرهم بس فيها اشكال جديده يعني، في مفوشه في حاجه غير الانواع دي. اصل بص دي شايف الشكل ده، هو والتاب ده الاثنين دول نزلوا مع 2.2 كانوا مش موجودين، كان اي واحد منزل قديم ما كانش التاب. حتى اول ما نزل الاندرويد بده اوتوماتيك الواتساب عدل نفسه وشغل واشتغل بيهم بالجديد. هو تقريبا يمكن نزل واحد ادسنس جديد يعني، ماشي هنسطبها اشوف. المهم دي بقى دي نزل معاها 6 فايلات تصميم، نزل معاها 6 ملفات تصميم نيكست، والست لازم نشتغل عليهم. هنسميها من اكتيفيتي، عقبال ما بيعمل ران هشغل الايه الجيني موشن. هو انا مثلا ايوه هل مثلا احنا لما بنيجي نعمل هنيجي نعمل بروجكت هتلاقي داخل مثلا في 13 14 شاشه تمام. هل ده انا دي اصلا مثلا لا انا هستخدم، هتلاقي في شاشه يعني لا المشروع هتلاقيه فيه 3 4 5 انواع ده صح. اي لا ايه المشكله؟ ايوه ايه ما فيهاش مشكله، ده بالعكس التنوع ده كل ما تسهل على المستخدم احسن.
يكون حاجات سهله وكل ما حاجات جديده. هو الواد سايب قسم بقول لك يوم ما نزل 2.2 انا دخلت على 2.2 لقيته نزل التاب الشكل التاب اللي فوق لقيت تالت مفيش اسبوع الواد سايب عمل ابديت ولقيته نزل التاب على طول. عشان كده بس سالت هل الاندرويد نزلوا حاجه جديده ولا لا. الكوتلين ده دي بتحل محل الجافا لغه جديده لغه برمجه. لا بص يعني انت مع الاندرويد اتعلم بايثون مع الاندرويد او بعد الاندرويد وات ايفر حسب وقتك. انت سبع محاضرات ايه؟ لا 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 ده بايثون حاجه رائعه. اه بس انت يعني عشان هو الجيل الجاي بدا يتحول هيبدا بايثون. لغه برمجه لغه بايثون بشكل بسيط مبسط كده فكره مبسطه عن بايثون ان حضرتك اللي هي مودرن اكاديمي بس ده فكر بايثون اهو مودرن اكاديمي كتبتها راح ادور عليها بياخد منك فويس ويلقط ويكتب. ده قالب به بايثون ده انا بقوله ده عشان اوريك بس البايثون يعني من ضمن مجالها ايه ده شغاله مع الفويس ده ثلاث ارباع كلامها البايثون حلت الالف بالهمزه والالف من غير همزه. البايثون حلت اليه بنقطتين وليه من غير نقطتين. دي مشاكل عندنا في العربي بالذات على فكره. فالبايثون حلت الحته دي اهو زي ما انت شفت كده. ده يعني مثال بسيط كده يفهمك ايه هو بايثون. كله شغال مع الفويس. خدمه سيري اللي في الايفون بايثون. ايه؟ بس كله بايثون. عشان كده بقول لك بدا وخصوصا بقى مع جيل الموبايلات. فعشان كده انا عايزك انت مع الموبايل تمام او بعد الموبايل بايثون عشان هو ده اللي كومباتبل مع الموبايل بصراحه. كل اي حاجه فويس ريكوجنيشن بايثون. لا يعني انا هستعمله في ايه مثلا في الاندرويد او كده في برامج ثانيه بتستعمله برامج بتعمل الصوت وات ايفر بقى مثال دلوقتي يعني مثلا الاندرويد احنا بنستعمل جافا لا ده هي البايثون عباره عن حاجه ممكن زي ويب سيرفيس انت عايز تعملها فتعملها بالبايثون وتدخلها بالاندرويد. بتستعمل جوه بس بالصوت. انت طب اصبر وبص بكره اقول ايمن قالها كمان بالظبط. قول سنتين ثلاثه هتركب الاسانسير الدور الثالث هيطلع لك الدور الثالث. هتركب العربيه دوري ايه. لا 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 مش للدرجه دي. ايه اعتقد العبادي ده يعني بص البايثون زي مش حاسس ازاي يعني لا لا اخش على بايثون بصراحه. بايثون حاجه كويسه بايثون مش ملوش لازمه ما اقدرش اقول ملوش لازمه بصراحه. لا لا موجود منه بالشطه وبالكمون كل حاجه موجود هنا في المركز. بص بقى انا قلت لكم بقى سيلف ستادي. سيبكم موضوع الكورسات. انت مش بتسمعي الفيديو بتاعي بتفهمي منه خلاص. يبقى انت لو سمعت فيديو اي فيديو تاني هتتعلم. لا انا مش بقول كده عشان انا بسال لو هو يعني لو طالما درس في سنترات يبقى هو فعلا لا مش موجود. لا لا على فكره ده بالعكس ده مش لاقين حد يدرسه. ما لا بس حلو بايثون يمكن باشمهندس حسن بايثون لغه البايثون حاجه كويسه. لا روح يخش عليها بصراحه حلو. هي بتقول لو مش موجود هنا يبقى مش منتشر. بقول لها لا مش ما تحكميش على كده خالص. مش معنى ان هنا موجود اندرويد يبقى هنا يبقى الاندرويد منتشر. لا ما تحكميش بالمنطلق ده يعني. طيب فالمهم انا بقول لك يعني حاجه افاده ليك يعني بالبايثون حلوه جدا. المهم ادي نزلنا احنا اتعاملنا استاذ حسن مع الاكتيفيتي دي عشان تبقى معانا في الصوره. مش هعمل الاكتيفيتي تمام وهنشرح معاه الاري والاكسبشن اللي احنا ايه خدناها المره اللي فاتت بس ما خدناش مثال عليها. طيب الاكتيفيتي دي اسمها نافيجيشن درور اكتيفيتي اللي هي لسه بتطلع من على ايه من على الشمال. نعمل رن ونبدا نشوف مكونات الاكتيفيتي دي ايه. قبل ما نعمل رن لازم نخلي البيلد جريدر 16. الاكتيفيتي ديت نازل معاها ست فايل ديزاين ست فايلات تصميم نازل معاها ست فايلات تصميم فانت هتقعد تغير في كل واحده لحد ما تكون الليسته بتاعتك تتماشى مع مين مع شغلك انت مع مشروعك. طبعا الليست دي احنا كده دايما بنشتغل فيها مشاريع بنيجي نعمل بروجكت او ما نيجي نبدا في بروجكت يعني كمان ثلاث مرات ان شاء الله هنبدا في بروجكت. هتلاقينا بقى ماسك بالليست بقى هتلاقي في الليست في البروجكت الواحد مستخدمين التاب اكتيفيتي ومستخدمين الامبتي اكتيفيتي ومستخدمين البيزك ومستخدمين الجوجل ماب في بروجكت واحد. لا هيبقى في كتير طبعا. خلاص لو عملنا ران هنا
ادي الجيني موشن. بص بقى يا سيدي، بص نازل معاها كام ملف، كام هنا ومنيو اتنين، نازل معاها ست فايلات، ست فايلات تصميم، وكم ملف برمجه؟ احنا اتفقنا دائما وابدا واحد، ايا كان نوع الاكتيفيتي، ايا كان نوع الاكتيفيتي دائما وابدا واحد. الاكتيفيتي نزلت البرنامج اشتغل اهو قدام حضرتك، ادي اول منيو. عايزين نغير الموضوع ده طبقا لشغلنا احنا، ادي تاني منيو. عشان كده هو منزل كام منيو؟ اتنين. واصله؟ طيب تعالى بقى نبدا واحده واحده. اول حاجه عايز اغير المواضيع دي كلها، مش عايز انا اكتب كام ده الموضوع ده كله. انا هكتب حاجتين، داتا انتري وديتيلز مثلا. طالما احنا هناخد اريه، طبعا هناخد درس الاريه، هعمل داتا انتري وديتيلز. طيب قال لك القايمه دي متقسمه لجزئين، جزء اسمه هيدر وجزء اسمه المنيو درور. طب المنيو درور ده الجزء اللي تحت، والهيدر الجزء اللي فوق ده. طيب المنيو درور اهو، هي دي اكتيفيتي من درور تكست. حضرتك عندك القايمه اللي انت شفتها حضرتك ديت امبورت جاليري، كل واحد بيتسمى منه ايتم اهو. ادي اول ايتم، ادي ثاني ايتم، ادي ثالث ايتم، ادي الرابع، ادي الخامس. بعد كده عمل ايتم ثاني بتايتل كوميونيكيشن عشان يقدر يعمل اللاين ده، كده بدا جروب ثاني. تمام. بعد كده حط كام ايتم، كام ايتم؟ اثنين ايتم. دي اول حاجه. طيب كل ايتم ليه اي دي، ايكون، تايتل. الايكون واضحه جدا الصوره اللي جنبها، ولازم تكون ابيض واسود. الاي تايتل العنوان بتاع الصوره زي ما انت شايف، دي رقم واحد. الاي دي طبعا اتفقنا ما بيتشافش، زي ما قلت لك قبل كده اسمك مش على قرطك، اسمك ما حدش بيشوفه. تمام. فالاي دي برده ما بيظهرش هنا. الاي دي عشان استخدمه في البروجرامنج، زي اسامينا احنا بنستخدمها عشان لما اجي ادي الاستاذ محمد اقول له استاذ محمد، استاذ حسن اقول له استاذ حسن، استاذ اتم اقول له استاذ اتم، بستخدمه انا اللي بستخدمه. فانت برضو الاي دي عشان تستخدمه في البروجرامنج، دي اول حاجه. هنا عايز تكتب داتا انتري، مفيش مشكله اهو. هنا عايز تقول ليست فيو او ليست اوف تيم، درجات الحراره، مفيش مشكله. مش عاجبك دول خلاص مش عايزهم، شيلهم، دلت اهو، مفيش مشكله. هنا عايز برضو تزود او تحط حاجه او تغير، غير من التايتل، دي اول حاجه. الايكون عايز تزود تحط ايكون بتاعتك، ايكون الداتا انتري بدل الايكون دي. خلي بالك الايكون لازم تكون ابيض واسود، الايكون لو جات الوان ما بتتحطش، الايكون لو جات الوان ما بتتحطش. فانت لما تيجي هنا هات اي ايكون تعجبك، مثلا نكتب داتا انتري ايكون بي ان جي يا ريت، وليكن دي مثلا. كليك يمين، اخد بس الباس، اقفل ده. اخد الباص ده، كليك يمين، شو ان اكسبلورر، كوبي، طبعا ما ينفعش ارقام كده ولا عربي. داتا، هاجي هنا بقى في الدرور ده، اجي هنا مكان الايكون دي، هي في الدرور واسمها داتا، داتا ظهرت هنا. خد بالك، اعمل رن، لو جبتها اي صوره، يعني انا هنا لو جربت دي كده وعملتها حفظ وسيفتها، طبعا الاسم ده كله يتشال. دوت ايكون لا، خد بالك اسمه بوب مثلا، سيفتها بوب. بص ادي اول عنده مشكله، عنده مشكلتين في ايه؟ قال لك انت حذفت اتنين منيو، والاتنين منيو دول حضرتك كانوا مربوطين بكود. طب ليه مربوطين بكود؟ قال لك هو انت ناسي، مش لما تدوس على كل واحد من دول كان اسمه ايه عندنا؟ تم. مش انت لما بتدوس على كل حاجه من دي بتعمل حاجه؟ صح ولا غلط؟ قال لك معنى كده دول مبرمجين، اه كلهم منيو واحده، بس كل واحده لما اجي برمجها مستقله على الثانيه. فهو عامل اف كونديشن، لو دوست على الايكون اللي اسمها كذا اعمل كذا، طبعا لسه ما كتبهاش. لو دوست على الايكون اللي اسمها كذا اعمل كذا، لو دوست على الايكون اللي اسمها كذا اعمل كذا، لو دوست على الايكون اللي اسمها شير اعمل كذا، لو دوست على الايكون اللي اسمها سند اعمل كذا. طب اعمل كذا دي فين؟ انت اللي هتكتبها،
بس هو حاطط لك بس ايه الاستراكشر بتاعها. اما انت بعد كده انت اللي هتقول لو دوست على سند يعمل ايه، انت اللي تقول يعمل ايه واتيفر بقى زي ما هنشوف. طيب فانت حضرتك حذفت تو منيو، قول له معلش ما انا مش عايزهم، قال لك خلاص طب احذف كودهم، طالما انت مش عايزهم احذف كود. تمام حذفت كود بتاعه رن، هنا هاجي في الايتم دي كده بوب، الصوره ظهرت، الصوره ظهرت هنا، لا ما ظهرتش في الجنب هنا عشان قال لك ايه الصوره نازله الوان اساسا، فالصوره نازله الوان مش هتنفع. لو جينا جربنا كده نشوف، شايف الداتا انتري مش هي صوره البنت دي اي نزله، لا الثانيه مش هتنزل عشان نازله الوان. وخد بالك هنا لغى مين، لغى الباقي وحط الاثنين دول بس. طيب الصوره طبعا زي ما اتفقنا سيبها زي ما هي، ايه ده في المنيو بس خلاص. دي اول حاجه. تاني حاجه قال لك غير الاسماء. طب ليه؟ اصل انت وانت شغال بتبرمج ايه ناف كاميرا دي، ده هو كان حاطها عشان بتاعت الكاميرا، انت لا دي بتاع داتا انتري يبقى ناف داتا انتري، عشان ما تجيش ترجع وانت بتبرمج ايه ناف كاميرا تضطر تروح لملف التصميم وتشوف ايه ناف كاميرا وترجع ده بتاع داتا انتري ده هيعمل كذا. طب وليه اللف والدوران ده كله؟ طب ما انت نفس نسمي نفس الاسم ورايح نفسك، سمي نفس الاسم وخلاص. هنا دي بتاع الليست خلاص ناف ليست، هتقول لي هناك هيضرب الكود صح ولا غلط؟ الكود هنا هيضرب لو عملت بيلد كده، هو ما ضربش طبعا، بيلد او ريبيلد بروجكت، ريبيلد بروجكت بيتشيك على البروجكت ان كان في اخطاء ولا لا. طبعا هيضرب الناف كاميرا ديت والناف جاليري اعتقد، هو ده احنا غيرناهم اهم زي ما انت شايف اهي. قول له معلش ده اسمها ناف داتا اهي داتا انتري، والتانية اسمها ناف ليست. قال لك ما فيش مشكله لحد تمام لحد كده، ده التعامل مع المنيو. طيب المين التانية، المين دي، المين دي عاملين لها بس عشان ده اهي سيتنج ده بس اهي كلمه سيتنج اهي، لو عايز تشيلها طبعا هتقول لي هي موجوده فين، فايل اسمه سترينج اكشن ايه، ادي فايل اسمه سترينج فاليوز سترينج اهو، فين اكشن سيتنج اهي تحتها كلمه مين، سميها زي ما تسميها، سميها ان شاء الله فيزيت اور ويب سايت مثلا او لوج اوت، في ناس بتحب تسميها لوج اوت، المكان ده دايما بيبقى ايه زي اللوج اوت كده وات ايفر ايا كان اهي. انت عايز تضيف واحده كمان، خد دي كوبي كده واعمل لها بيست، بس طبعا غير اسمها، غير اسمها اهو اس دي مثلا، وهنا خليها سيتنج، اعمل ران بقى اصبح في اللي فوق ده زي زي الواتساب ما عملها. لا ليها كود برمجه طبعا، ليها كود برمجه هوريه لك دلوقتي. بتقول ايه؟ لا مش هيضرب، واخد بالك ادي اتنين لوج اوت اهو. طب ليه؟ عشان الاتنين واخدين نفس التايتل، الاتنين واخدين نفس التايتل يا شباب اهو. اما انت لو هنا جيت قلت وات ايفر ايا كان اور ويب سايت، طيب هنا ما ضربش عشان ما غيرتش الاسم، انا غيرت التايتل. يضرب امتى؟ يضرب ساعة تغيير الاي دي، عشان انا في البروجرامنج بعتمد على الاي دي. التايتل ده لليوزر، ده الليبل ده اللي بيشوفه اليوزر، ما يهمنيش اما انا في مبرمج او لغه برمجه انا بعتمد على الاسم. تمام؟ طيب هنا الاكشن سيتنج اهو ده الاسم، المنيو بتاعتها يا اهي fid.r.id action setting يعمل ايه؟ يعمل كذا كذا، دي هو سايبها لك انت. لو انت بقى ضفت واحده جديده lcf اهو lcf، وتروح كاتب لو id يساوي r.id. اسمها ايه؟ سميناها action se، مش انا عملت كده؟ يعمل ايه؟ يعمل كذا وات ايفر بقى الكذا دي، انت عايز يعمل ايه؟ فاهمني؟ طيب تيجي ايوه بس، والثانيه السيتنج لسه زي ما هي موجود، ما انا سبت اتنين. يا بص يا نورهان انا فاهم، غيرت ايه هنا عشان بقى عندي كام واحده؟ واحده تتعامل مع اكشن سيتنج، واحده تتعامل مع اس اي، فلما ادوس على اكشن سيتنج هيعمل حاجه، ولما ادوس على اس اي هيعمل حاجه ثانيه خالص، فبالتالي هو كان حاطط كام اف؟ اف واحدة على اساس انه عنده كام منيو او كام ايتم، ايتم واحد. انا عندي بقى ضفت واحد جديد لشغلي،
الابلكيشن بتاعي لقيت نفسي محتاج قائمتين فروحت حطيت ايه الاس اف للثانيه تمام مش بالضروره تشيل انت ممكن تضيف لا انا بقول له كده دور على الاي دي اللي اسمه اكشن اس اي لو دوست عليه اعمل كذا تمام طيب نيجي بعد كده لو عملت ران جيني موشن ده كده التعامل مع المنيو سواء بروجرامنج او التعامل مع المنيو ايه بالديزاين هتغير وتعمل زي ما انت شفت طيب الجزء اهو زي ما في الواتس اب عامل كده عامل مش عارف نيو جروب ومش عارف ايه وحاطط اعمل كذا اختيار كده والمنيو بتاعت حضرتك ايه طيب انا عايز اغير الليله اللي فوق دي اولا عايز اغير الصوره دي ثانيا كلمه اندرويد اساسا كذا طيب كل الكلام ده ازاي اللون اللي ورا ده الاخضر ده قال لك الاخضر ده مش صوره كل الناس لما تيجي تتعامل معاه تقول لك ده صوره لا هو مش صوره هو باك جراوند بس هو صايع شويه في الحركه دي يعني سوري في الكلمه هو عاملها تدريج عامل التعامل الالوان عامل الباك جراوند مدرجها في حته حلوه منه بصراحه خلاص بص يا سيدي التعامل مع الباك جراوند هتلاقي عامل فولدر اسمه درو ايبل في فولدر دريبل فايل اسمه سايد ناف بار اهي بص هنا عامل ايه بقى عامل شيب الفايل ده بيتعمل امتى الفايل ده بيتعمل لما يكون عند حضرتك شكل او ستايل انت عجبك والستايل ده هتستخدمه في كذا مكان بدل ما اخد الستايل ده واقعد اعمله هنا وارجع تاني اعمله هنا وارجع تاني اعمله هنا طب ما اسمي الستايل ده اتم وكل ما احتاج الستايل اكتب اتم وخلاص هو ده فكر هو ده فكره فكر السي اس اس الناس اللي درست ويب فكر السي اس اس اللي هو كاسكيد ستايل شيت كاسكيد ستايل شيت دي فكر الويب شغال ازاي بيقول لك انا كلنا ما بنخش على اي موقع بنلاقي كل الصفحات ستايل واحد مش معقوله بقى المبرمج فاضي انه مسك الستايلات او الكالرز والخط ولون الخط ونوع الخط والبانر والبار والبوردر يعني لعب بتتكلم في لعب مثلا اكتر من 20 خاصيه هيقعد يمسكها في الصفحه الاولى ويرجع تاني يعملها في الاكتيفيتي الثانيه ويرجع تاني يعملها في الاكتيفيتي الثالثه طب ما قال لك مكان اسهل لك تروح عامل ملف وتحط فيه الستايل اللي يعجب حضرتك وتسميه ايمن وكل ما تحتاج عم تيجي تعمل تكست عايز التكست ده ياخد الستايل ده ال 20 خاصيه دول قال لك قول باك جراوند ايمن بتعمل مثلا اكتيفيتي الاكتيفيتي دي عايزه تاخد الخصائص دي اكتب باك جراوند ايمن هو ده شغال بالفكر ده هو عمل ملف الملف عندنا بقى اسمه درو ايبل ريسورس لو عملت كليك يمين نيو درو ايبل ريسورس درو ايبل تسميه اي اسم يعجبك بتكتب فيه كلمه شيب شيب ديت او معناها ان انت هتعمل شكل هتمشي عليه قال لك الشكل ده بقى ايه طبعا اندرويد شيب ايه ريكتانجل يعني الشكل بتاعك هيبقى شكل مربع دي اول حاجه تاني حاجه قال لك جريدنت انجل 135 يعني شغال بيقول لك بزاويه 135 يعني بمعنى اصح الكالرز اللي جاي ده هيجي كده هي دي الزاويه اللي اقصد عليها طيب بعد كده اول حاجه سنتر كلر اند كلر ستارت كلر سنتر كلر اللون اللي في النص اللي هو قدام حضرتك ده اند كلر اللون اللي في الاخر اللي غامق ده ستارت كلر اللون ده هو الفاتح تمام بعد كده لينير ان الدنيا ماشيه كده هي دي لينير معناها كده ان هو ماشي خطوط طيب انت عايز تغيرها قال لك ايه دول دي الوان دي الالوان الهكسا كلر تمام الهكسا ديسيمال بالظبط اللي هي بتتعامل معاها الفوتوشوب لما تحب بالذات بيتعاملوا فيها بتوع مكن الالوان اللي في شركات البويا شركات البويا بيتعاملوا بالار جي بي اللي هو ريد وجرين وبلو كل واحده زي ما احنا عارفين من 0 ل 255 كل واحده كل ار جي بي من 0 ل 255 ده الارقام بتاعت احنا ما عندناش الوان برتقالي والكلام ده زي ما كده انتوا عارفين الكلام ده هم الاساسيات ريد جرين بلو بس كل واحده الالوان اللي ظاهره في حياتنا ديت خليط ما بين الحاجات دي فالريد من 0 ل 255 والبلو من 0 ل 255 والجرين من 0 ل 255 كتبت هنا 10 20 50 هيديك لون كتبت مش عارف 30 حتى عشان كده دايما هتلاقي بص خانتين 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 فقال لك هي دي فكره الايه ممكن تلاقي ثلاثة يعني 255 بس عمرك ما هتلاقي اربعات مش هتلاقي اربعة 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 عمرك ولو في خط كده وفي لون كده يبقى غلط زي بالظبط عمرك ما هتلاقي رقم تليفون اخره ثلاثة رقم الرابع ثلاثة
لا ما هو عندك ما الهيكسا لسه ما شغال ايه ما بفكر في عمرك ما هتلاقي رقم تليفون الرقم الرابع تلاتة تعرفوش الحركة دي عمرك ما هتلاقي رقم تليفون الرقم الرابع تلاتة ايه موبايل خدها مني وبدور وهتعرف عمرك ما هتلاقي غير باستثناء 015 ايه عشان عمرك ما هتلاقي رقم تليفون الرقم الرابع السبب ان كانت هي 010 وكانت 0 كام 11 وكان 012 الزيرو 10 وحط صفر وحط واحد وحط اثنين فعمرك ما هتلاقي رقم رابع ثلاثة دي بيعملوها في الفاليديشن لو حد ركب يعني عاملينها في الشركات لو حد كتب رقم تليفون 010 034 يطلع له الرقم ده غلط الرقم ده اساسا مش موجود فعمر اكيد هو بيعملها الموضوع ده وعمرك ما هتلاقي رقم رابع ثلاثة المهم فحته ال A وال F ديت يا احمد الهكساديسيمال اخره رقم 9 ال 10 عنده ايه ال 11 بي ال 12 سي ال 13 دي ال 14 اي ال 15 اف ما عندوش 15 و 16 و 17 ما عندوش 12 و 11 الهكس دي اسمها كده انتوا عارفين انظمه طبعا انظمه عدديه اللي هو الباينري وال ده بنظام ثنائي نظام سادس عشر نظام الثماني الكلام ده كله النظام السادس عشر اللي هو نظام الهكس دي اسمها اللي هو السادس عشر ده من 0 ل 15 من 0 ل 15 قال لك اخره الارقام 9 ال10 هي ايه ال11 بي ال12 سي ال13 دي 4 لو انت عايز 12 اكتب سي لو عايز 2 12 اكتب سي سي هيجي لك السي سي تمام ايوه هنا بقى تجيبها منين عندك هقول لحد ماشي ماشي جاي في الكلام بس افهمك الارقام دي عندك هنا في جوجل هتلاقي هنا اكتب كلر هكس ديسمال بس هتلاقي موقع بيظبط لك الموضوع ده اهو الموقع ده انت حضرتك مثلا لا مسك من ده ده مثبت ارقام هو ده اللي بصراحه الحلو جدا انت عايز كده اهو بص شايف كل ما بتعمل ايه واخد بالك واخد بالك اهو اهو زي ما انت شايف كده كل شويه بيغير اهو انت عايز ده اهو ادي عندك رقم ضايع معايا وتيجي هنا مثلا عايز احطه هنا تيجي بعد كده واخد بالك اتغير بعد كده عايز ده وانا عايز اخضر فاتح ازود فين واتيفر بقى مثلا ده اهو بعد كده عايز ده اهو يبقى انت كده ايه غيرت لو عملت كده ريستارت يبقى لما بتيجي تغير هي مش صوره هي مش باك جراوند هو عباره عن انك بتتعامل مع الالوان بالهكسا ديسيمال عندك سنتر وعندك اند وعندك كار واخد بالك جاتي تمام فهو انت حتى تلاقي اللون اللي هو ايه تحت خالص طيب ده فين بقى الصوره والكلام قالك الصورة والكلام في الناف هيدر مين ناف هيدر مين اهي ناف فولدر شوف بقى كل ملف فيه كل ملف فيه حاجة كل ملف فيه حاجة الديزاين برضو بتاعهم مش معنى ان هو يبقى النهارده هناخد ديزاين يبقى هي نقعد نغير الصور وخلاص لا كل ملف فيه جزء معين هنا تكست عادي جدا تكست فيو تكتب فيه اللي انت عايزه طبعا وهنا تكست فيو اكتب اللي انت عايزه وهنا صورة حط الصورة اللي انت عايزها ايا كان الصورة اللي انت عايزها ايه ثواني بس هو عشان ما بنقف عند الخصائص ما تقفل التكييف شويه بقى ليه يا عم التكييف جاي عليا انا اساسا علينا احنا كده انت بالنسبه لك لو انا حين لورا دول مش حاسين بتكييفات سؤال بقى الفرق دي صغيره من اول ما قلتش ليه اهو بص بص هتلاقي هنا بس يقف هنا بس الاول اهو اكتب هنا اللي انت عايزه اهو array list مثلا هنا برضو اكتب اللي انت عايزه هنا الصوره غير الصوره اللي انت عايزها اهو ثواني بس عشان حط الداتا اللي احنا كنا حاطينها مش كنا حاطين واحده اسمها داتا باين لو كنا عاملين واحده اسمها داتا اهي طبعا صغرها الويتس والهايت
اعتقد 80 في 80 بتبقى حلو. تمام. عندك دي هتلاقي عندك حاجه اسمها كونتنت مين او اكتيفيتي بار اهي البار مين اهي غير اهو. تمام البار مين اب بار مين ريستارت جيني موشن. فول سكرين هنتعامل معاها دي. بنعمل فول سكرين في حاجه اسمها في بنعملها زي ما انت شايفه بنعملها في حاجه اسمها سبلاش اكتيفيتي. طبعا لايقين على بعض. في حاجه اسمها سبلاش اكتيفيتي. سبلاش اكتيفيتي ديت ان انت لما بتفتح اي ابلكيشن تمام مش اي ابلكيشن بصراحه في ابلكيشن في ابلكيشن بيعملها وفي ابلكيشن بيعملها دايما بتسمع كلمه سبلاش اكتيفيتي. بص بص الحاجه دي بص دي بعد كده تبدا ايه الشويه اللي ظهروا دول تاني مش توست. لا مش توست. بص الشاشه دي كل ابلكيشن وتروح فاتحه وتروح رايحه للشاشه دي بيسموها سبلاش اكتيفيتي. سبلاش اكتيفيتي دي بتقعد وقت معين. دي برده لما نيجي نتعامل فيها معاها في فول سكرين عشان ازاي نعمل تايمر. خلاص. طيب هنا نرجع تاني للموضوع. انا سايف. طيب الجزء اللي احنا عملناه تاني كان في الجزء ده كده. دي التعامل طبعا دي كبرت شويه بسبب ان ايه الصوره كانت عايزه ايه تصغر شويه عشان تقدر تتعامل معاها. اهو الهايت بتاعها بس 75 مثلا. ده التعامل معاه. طيب انت بقى عايز دلوقتي تتعامل مع تحط بقى عناصر الكونتنت مين الليسته بتاعتك ايه الليسته بتاعتك اهي وابدا بقى تعمل اكنها اكتيفيتي عاديه. دي في الاكتيفيتي مين. في الاكتيفيتي مين هنا هتلاقي حاجه اسمها فلوتنج اكشن بوتون زي ما احنا اتعودنا فلوتنج اكشن بوتون او هنا فلوتنج اهي في الاب بار مين اهي. لو انت مش عايزها بالسلامه زي ما انت شايف كده اللي هي الرساله دي احمد فاهمها اللي هي مش رساله البتون ده لو مش عايزه ده اسمه فلوتنج اكشن بتون. عايز تشيله تشيله زي ما اتعاملنا معاه قبل كده في البيزك اكتيفيتي. خلاص سايف. عايزين نعمل اكتيفيتي ثانيه. خلاص انت بتقول النادي احنا عملنا على فكره ان احنا النادي الاكتيفيتي اكتيفيتي عملناها. انت ما كنتش موجود؟ لا موجود بس على الفاضي. لا عملناها لما هعملها دلوقتي بس لما اتعاملنا ساعتها لما اتعاملنا مع شاشه الديتيلز فاكر لما دخلنا درجات الطلاب وبعد كده قلنا بقى عايزين نشوف درجه كل ماده وبعد كده في الشاشه الثانيه دوسنا وعملنا لها لسته ودوست على الزرار نقلنا الشاشه الثانيه. اعملها اعملها. المهم دلوقتي هو انا ينفع اعمل الفوتنج مش دي اللي بتظهر لي القايمه على الجنب؟ يعني لو اللي بالقايمه اللي على الجنب دي بتظهر كده كده يا كده سوري يا تسحبي يا تسحبي بايدك كده اهو بس عشان ما فيش ماوس. لو بايدك كده هتستيجي خلاص. اما دي بس كده منظر بيستخدموها في حاجه واتيفر اقول لو مش عايزينها بتتشال. طيب عايزين نضيف لسته جديده بقى. طبعا حضرتك لو ضفت اللي دلوقتي كليك يمين نيو ركزوا في الحته دي قوي بقى وهي دي اللي بتجنن الدنيا. اكتيفيتي كده احنا بنضيف اكتيفيتي جديده على نفس الابلكيشن واخترت دي اوكي ورحت دوست نيكست سميتها مينتو ماشي سيبها زي ما هي مينتو فينش. عايز لما ادوس على دي يفتح لي المينتو اوكي. طيب قال لك دي في ملف الجافا بتاعت المين عندي هنا الكود تحت اهو بتاع المنيو اهو مش هي دي. لو دوست على كذا اعمل كذا اهو اكتب هنا الكود اللي بينقلنا من اكتيفيتي لاكتيفيتي اسمه ستارت اكتيفيتي. عندنا كودين هديك كودين ستارت اكتيفيتي وتكتب نيو انتنت. التنقل من شاشه لشاشه او من اي حته لاي حته انتنت كلمه انتنت. طبعا هتقولي ترجمتها ايه مالهاش في حاجات يعني هتيجي تترجم اكتيفيتي على النشاط وهنا احنا عندنا شاشه تمام. انتنت ديت لما تيجي تتنقل من اكتيفيتي لاكتيفيتي او لما تفتح من الواتساب الجاليري انتنت. لما تفتح فيسبوك من الويب سايت بتاعك من الابلكيشن بتاعك خرج بره الابلكيشن وده فتح موقع انتنت. لما تفتح ابلكيشن تاني من الابلكيشن بتاعك انتنت. تمام خرجت بره الابلكيشن تمام
سواء بقى خرجت الابلكيشن من اكتيفيتي لاكتيفيتي او اتنقلت لاي كان ايه المكان اتنين اللي تتنقله انتنت، بس مع اختلاف الانتنت بقى. في انتنت يفتح جالري، ازاي نتعامل معاه؟ في انتنت يفتح جالري فيديوهات فيديوز بس، في انتنت يفتح اكتيفيتي ثانيه، في انتنت يفتح ويب سايت. تمام. طيب هنا نيو انتنت، النيو انتنت عايز من حضرتك حاجتين، الشاشه اللي هتتنقل منها والشاشه اللي هتتنقل ليها. الشاشه المكان اللي هتتنقل منه والمكان اللي هتتنقل ليه. المكان اللي هتنقل منه اسمه مين اكتيفيتي دوت، بكتب دوت زيس. طب ليه؟ قال لك ما ينفعش تكتب مين اكتيفيتي بس، انت في شاشه مين دلوقتي؟ مين اكتيفيتي. ما ينفعش مين اكتيفيتي تنادي على نفسها، زي ما قلت لكم قبل كده، ما ينفعش اقول ايمن النهارده مش جاي. لو حد ما يعرفش ايمن هيفكر اني بتكلم مع واحد تاني، صح ولا غلط؟ حد ما يعرفنيش اقول لك بتكلم مع واحد تاني. اما دايما بقول ايه، انا عملت كذا، انا مش جاي، انا كذا، انا كذا، ضمير الملكيه بقى. فهنا برضو هنا ما ينفعش ان انا اكتب اسم ان الاكتيفيتي تنادي على نفسها، استحاله. عمري ما، حتى في اي لغه على فكره، حتى في اي لغه مفيش ان الشاشه تنادي على نفسها. في الويندوز ابلكيشن، في الويب مفيش ان الشاشه تنادي على نفسها، في الاكتيفيتي ما تنادش على نفسها. تكتب اسمها دوت زيس، زيس دي يعني هي اللي موجوده. الشاشه اللي هيروح لها مين اكتيفيتي 2 دوت كلاس. كلاس ده اللي هبدا نبدا فيه من اول مره جاي، انك تبدا كلاس ده عباره عن فايل ببدا استدعيه، فايل تاني. ده كود بيتنادي للشاشه. في كود تاني تعمل كده، انت برضو بس تكتب اي اسم يعجبك، يساوي نيو انتنت، ونفس الكلام الشاشه اللي هتتنقل منها والشاشه اللي هتنقل ليها، ستارت اكتيفيتي ام. هتقولي طب ما هي هي يا ايمن، يعني الام هي معبره عن الكلام ده كله اهي، ام يساوي يعني الكلمه دي. طب ما تجيب ده وتحط جوه ستارت اكتيفيتي، ما هو ده اللي انا عملته فوق. هي دي الفكره، واحده واحده. تمام. في ناس دايما بتستخدم دي، تلاقيهم دايما مستخدمين الحركه دي. خلاص ستارت اكتيفيتي، خلاص نيكست. جيني موشن، والحته ان احنا نبرمج اون كليك من الزرار دي خدناها مره اللي فاتت. ان احنا يا نهى احنا كنا الاول لما نيجي نبرمج، بس هوريكم دي الاول، فتح الشاشه صح ولا غلط؟ طب فين المنيو بقى؟ طب قال لك ما ده ما بيحصلش. انت كده ان شاء الله لو انا دخلت شاشه من شاشه من شاشه من شاشه، يعني دخلت على اربع شاشات وعايز تروح للرئيسيه، باك 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 باك، يا حلاوه. طبعا وحش، يا اما تقفل الابلكيشن بتاعه من تاني. دايما المنيو اللي فوق ظاهره معايا صح غلط؟ في كل الشاشات، مش ده اللي بيحصل؟ دايما المنيو اللي فوق ظاهره معايا في كل الشاشات، ظاهره معايا كده. ايه اللي انت عملته ده؟ انت خليها خرج يعني كده، اما ارجع اهو دايما حتى لما اجي اروح هنا الاقيها ظاهره معايا. ليه وجع الدماغ ده كله؟ قال لك طيب تعالى بقى نعمل الحركه دي. قال لك عشان تعمل الحركه دي كليك يمين، نيو اكتيفيتي، جالري برضو نفسها، واحده تانية من نفس النوع. لا مش جوه، جوه الابلكيشن، جوه دلوقتي المشروع لسه. لا اتنين، واحده اتنين من نفس النوع ده، وواحده اللي انا بس بوريها لك عشان اوريك العيب. انا همسحها مش عايزها، انا بس بوريك عيبها، انا بس عشان بشرح. اما انا من الاول المفروض اعمل كده، بس انا عشان بشرح بوريك عيبها، بس بوريك عيبها ان انت ايه فتحت لك فين المنيو ما لقيتهاش، هتضطر ترجع باك. لا البلاي ستور ما فيهوش كده، البلاي ستور دايما معايا. خلاص قال لك خلاص اي شاشه عايز معاها الليسته تكون من نوع درور نافيجيشن درور اكتيفيتي. هتقولي ماشي نيكست. مين تو لا، مثلا نسميها مين ليست اكتيفيتي فينش. قال لي خلي بالك الشاشه دي هتنزل بست فايلات، منهم حوالي 3 4 فايلات موجودين اساسا، هينزل عليهم. اقول له بروسيد انوي، كان عايز يعمل اجنور ليه، هقول له لا كمل كده. انت بتقول ايه؟ بقول له شفت الالوان اللي انا غيرتها، ده من نفس القايمه. تمام، الالوان اللي انا غيرتها من نفس القايمه. تعال بص بقى ايه هوريها لك في المين اكتيفيتي. هنا بدل ما هيروح لمين تو هخليه يروح لمين، مين مين ليست. اعمل ران. هوبا سوري انا عملت على ال على اتش تي سي، انا عملت على الموبايل بتاعي. صح، ما غيرش حاجه. هيغير؟ لا
مش هغير حاجة، في حاجات معينة مش هغيرها. بص هو فتح اهو، بس عقبال ما يفتح هنا بقى اهو. بص دي اهي صوتها، دوس على الداتا الانتر فتحت اهي الزرق لسه ما لونش، واخده نفس اللون بس مش واخده نفس الايتم، مش واخده نفس المنيو. ما واحده واحده بقى ثواني وفاهمين، واخده نفس واخده نفس الهيدر اللي فوق، ادي من ضمن الملفات اللي كان اكزيست كانت موجوده. قال لك طب المنيو دي احمد بيقول خد كوبي واعمل زيها، لو انت هتعمل 10 منيو 10 شاشات هاخد ده كل ده واقعد اكررهم. قال لك ما هتعمل كده. طب افرض جيت بقى جيت قلت لك خلي بالك بعد عملت ابديت الابلكيشن وبقى في منيو جديده واحده جديده هتزيد، هتزودها كم مره؟ هتزودها 10. قال لك طب ايه وجع الدماغ ده ان شاء الله؟ قال لك هعمل واحده وكله ياخد منها، وانت عملتها اوريدي صح ولا غلط؟ خلي بقى اي شاشه تيجي بعد كده تاخد منين؟ من المين اللي انا عملتها، ولما اغير في المين هغير في الكل. تمام، هو ده افضل طبعا بكتير. طيب نعملها ازاي؟ بص يا سيدي، قال لك اول حاجه عشان تعمل الحركه دي هتحذف لي ثلاث فايلات، هتحذف لي ثلاث فايلات. الفايل الاول الدرور مين ليست درور، مش هي دي الجديده؟ والفايل الثاني المين ليست، والفايل الثالث ناف هيدر مين ليست. الثلاث فايلات دول هيتحذف. الثلاث فايلات دول بتوع ايه؟ واحده بتاعت المنيو، واحده بتاعت الهيدر، واحده بتاعت المين بتاع السيتنج. فدول انا مش عايزهم، انا عايزهم ناخدهم نفس ايه؟ نفس الشكل اللي هناك دلتهم دايما ودوس اوكي. ايه لا لا ما دلتش لسه، ما دلتش ايوه، ما انا عايز بقى ياخد نفس الايتم دي. لا انا هنا بدلت الايتم كل المنيو كلها، بدلت المنيو كلها يا احمد عشان مش انا بس اعرفك، بس مش بدل المنيو كلها دي بتاعت الجديده بدلتها عشان ياخد المنيو لسه بقى هديله المنيو قديم في كل في كل المنيو كلها بقى. الثانيه كنت بحذف عنصر عنصر ايتم ايتم بغيره. الميزه في هنا بصراحه في الاندرويد ما شفتهاش في حته ثانيه، بيقول لك خلي بالك ان الثري اكتيفيتي اللي هتحذفهم او الثلاث فايلات تحذفهم مستخدمين، فهيضرب لك كود بصراحه حته حلوه دي، يمكن ما شفتهاش برنامج قبل كده ولا في الفيجوال ستوديو ولا في الويب ولا الكلام ده كله. لما بحذف حاجه بيحذفني ولا الهوا كده يضرب يحذف. لا ده في ميزه بصراحه، بيقول لك خلي بالك ان الثلاث فايلات دول مش موجودين مستخدمين، فانا بقول له ديليت اني ايه، لو عايز تدوس في يوسج هتشوف الايه استخدامهم فين، انا بقول له ديليت اني واي. طيب كده اتحذفوا، مش هم كانوا مستخدمين؟ عايزين بقى يضربوا، اعمل بيلت ريبيلت. يعمل تشيك كان لو كان في ايرور في البرنامج، وكده كده يطلع ايرور اهو. ادي اول واحد، قال لك كان في اكتيفيتي مين ليست درور واتحذفت. انا قلت له ما انا عارف، طب انت حذفتها ليه؟ عشان اديك المين ليست بتاع المين الثانيه. قال لي طب اديهاني، قلت له اهي اكتيفيتي مين درور. قال لي كان في حاجه اسمها ايه؟ ناف هيدر مين ليست. قلت له ما انا حذفتها ليه؟ عشان اديك ناف هيدر مين. تمام كده؟ دي دي الاكتيفيتي اللي هي اللي فيها البار الاحمر. تمام؟ اللي قبلها اللي انا حذفتها الزرقاء اللي هي المنيو الموجوده. انا عايزه ياخد انهي منيو؟ اللي في الاول ويحذف المنيو بتاعته. ما انا حذفت المنيو بتاعته، بربط بقى انا دلوقتي، بربط الاكتيفيتي 2 بقوائم مين؟ اكتيفيتي 1. ده اللي انا بعمله. يبقى كده اي تغيير في اكتيفيتي 1 هيغير في كل الاكتيفيتي اللي معتمد عليها. قال لي ماشي، في ايه تاني؟ قال لك تعال اهو اعمل بيلد ريبيلد تاني عشان تبين اي غلط. مش هاخد عناصر كوبي بيست تاني خالص، عشان لو خدت كوبي بيست هتقع في المشكله دي. انت هنا بتتكلم على تو اكتيفيتي، لو بتتكلم على 10. قال لي تعال ادي دي هنا ار منيو دوت مين ليست. قال لي كان في فايل اسمه مين ليست، ده بتاع ايه؟ بتاع السيتنج. اقول له خد بتاع المين اهو اسمها مين. قال لي ماشي بيلد ريبيلد. لا انا ما عملتش كوبي بيست. لا
انا بخليه ياخد من كام في الشاشه بس، انا ما عادش كوبيست. كوبيست ديت انا كده عملت حاجه ان انا اي تغيير هناك غير هنا اللي هي عمليه انهيرتنس توريث. ايوه طب بس لما تيجي تغير هتغير كم مره؟ مره واحده. ما هي دي الميزه. هنا بيقولوا ايه جنريتر؟ عرفنا كده حاجات بتاعه ازاي دي الغلطه يعني تعرف. ما هو جايب عليها خط احمر الملفات اللي انا حذفتها دي، بس انا دلوقتي جايب ايرور تاني خالص. اما نشوف ده ايه ده. جاب دول في مين بقى؟ دي بتاع الكاميرا والايه المنيو اللي انا مسحتها دي بقى الوحيده اللي هتاخد من الكود كوبي بيست بقى. ده الكود بتاع المين ده، مش هو ده في مش هما كانوا هما دول. ده اللي هتاخد منه من الكود عادي. ده هو عادي كده كوبي وتشيل ده وتحط بس. في غلطه ليه؟ الانت انت كان فايدتها ايه؟ بتتنقل من الى. انت فين دلوقتي؟ يبقى تكتب هنا مين ليست. انت مش في المين. ران جيني موشن اي. لا بس في ناس بقى ايه يعني، في ناس يعني انت في مره ما عملتيش ان انت كده مثلا او جبلك ازاي هنا وات ايفر ايا كان دي بلوج. انت رحت للصفحه ما بدوستيش مره تانية هنا قبل كده وانت في صفحه البلوج وبتدوس عشان تاكدي. في ناس بقى ممكن رخمه تروح عامله كده داتا انتري نفس المنيو اهي داتا انتري جبالك عشان ما يعملش عشان يجي يدوس ما يعملش حاجه. تمام اهي. بص هنا بقى واخد نفس الايه نفس الحاجه اهو، واخد نفس المنيو. عايز بقى تزود واحد جديد، تعالى في الهيدر منين اهو وزود واحد اهو. سميها ليستس زود اس وسميها اي حاجه ليست بس. ران الستارت اب جيني موشن اهي واخد بالك موجوده في الناحيتين اهي خدت بالك. فكده انت خلاص بتغير كم مره؟ مره واحده. ده التعامل مع الدرور ليست. هي اكتيفيتي حلوه جدا بس تعاملها ايه تقيل شويه، بس هي اكتيفيتي حلوه بصراحه والناس كتير قوي شغالين بيها. خلاص طبعا البار اللي فوق كنت ممكن تغيره عادي اهو. لقينا في هيدر بار اهي. طبعا يفضل نفس الايه نفس اللون عشان يبقى الموضوع كله ميه واحده يعني. ده بتاع لا ده اصل مش انت مش فول سكرين. لا فين البار ده ده لا اللي فوق بتاع الاكس ميل. لا شوف الاكس ميل في انبار تاني واي فاي. واي فاي لا ده بتاع الواي فاي بتاع الدنيا اللي فوق ده ايه. واي فاي وده ما ينفعش غير. لا ده لما تحب تعمل فول. لا ده فول سكرين ده بقى. لو عملت فول سكرين الشاشه بتاعتك تبقى كده فول سكرين كده. انا بعمل نيو ابلكيشن ليه؟ نيو بروجكت اكتيفيتي جاليري فين فول سكرين اهي نيكست سميها فول سكرين فينش. انت هتاخدنا نخش في الاكتيفيتي دي احنا ماشي بس ده مش هنشتغل فيها دي. بس دي حلوه برضو. بص دي ما علينا هتعاملها ازاي دلوقتي عشان لها تعامل قصه برضو هي كمان. بص يا عم اصبر لما تتعمل رن بس اهي مش هتظهر يا عم الحاج. رن ايه خليت لما ادوس يفتح ايه يفتح الفول سكرين. عملت الليسته اللي انا لما ادوس على الثانيه يفتح لي الفول سكرين. بس دي انت تغير ايكون الواي فاي ولا لا مش هتغير. لا في ناس بيغيروها يعني بس الابلكيشن نفسه هي دي اللي انا عملتها عشان كده. ايوه هي دي على فكره سهله لو نزلتها عاديه. ده بص ده فيها بص هنا بص الميزه شايف قدام الزرار وتدوس هنا تكبر تاني. يعني انا لو هي تاتش لو دوست كده
كده في النص كده تدوق ضغطه هتلاقي ايه؟ اهي بس جابت زرار، ولو الزرار ده عايز تبرمجه تبرمجه، لو دوست ضغطه تانية فول سكرين خلاص. دي الفول سكرين ما بتخليش اي حاجه ظاهره، دي بيستخدمها بقى في السبلاش اكتيفيتي بقى. ايه دايما بيستخدموها بقى فين؟ في السبلاش اكتيفيتي الحته دي. طيب نيجي بقى لايه، وقف الفيديو ده بقى ونيجي نعمل مثال الاريه.